السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله بنتكلم عن موضوع بيهم الكثير من الناس، لأن هنتكلم عن القهوة، ومقصود بالقهوة هي قهوة البن. يعني طبعا القهوة هنتكلم عن إيه السلبيات اللي لها وإيه الإيجابيات اللي خاصة بيها، وشرب القهوة إيه مواعيده المظبوطة ومقدار الكمية المظبوطة في جسم الإنسان. فياريت يعني نستمع للأمر ده، لأن ده أمر مهم جدا، لأن أغلب الناس بيشربوا قهوة يعني. فمن ضمن الحاجات اللي لها إيجابيات كبيرة جدا في شرب القهوة إن هي بتساعد كتير جدا في تقليل من فرص الإصابة بالأمراض. ليه؟ لأن فيها نسبة مضادات أكسدة عالية. مضادات الأكسدة اللي هي اللي بتسبب في تلف الكبد، وربنا يعافينا أغلب الأمراض السرطانية وكلام من ده. بس مهمة جدا اللي ما يتحطش عليها الكريمة اللي هو بيسموها المبيضات والسكر الزايد وكلام من ده، كل ده بيأثر على كمية المضادات الأكسدة اللي موجودة فيها. من الحاجات المهمة جدا برضو اللي هي بتحسن من الحالة المزاجية، يعني بتخلي فيه تحسين للمزاج، وبتزود من اليقظة والتركيز، والإنسان بيبقى فيه زي حالة مزاجية بتساعد كتير جدا في وظائف الدماغ في التنبيه. فمن ضمن الفوائد المهمة جدا، لأن حتى الناس اللي عندهم توتر وكلام من ده، فدي لما بتشربها بفضل الله سبحانه وتعالى بتقلل من الشعور بالتوتر والقلق وكده. من الحاجات المهمة برضو تعزيز الصحة البدنية. يعني ايه تعزيز الصحة البدنية؟ المقصود بيها ان بتساعد كتير جدا لو الانسان مثلا في وقت رايح على رياضة يلعب رياضة او كلام من ده، ممكن ان هو يشرب فنجان قهوة بتساعده كتير جدا. ليه؟ لان القهوة لما بتشرب يعني في حلول مثلا في اليوم 3 مرات هتساعد كتير جدا اللي هو بيلعب رياضة ان ما يحسش بالألم والشعور بالتعب وقت الرياضة. من الحاجات برضو اللي بتفيد في شرب القهوة ان هي بتساعد في الصحة العقلية. ليه؟ لان هي في نسبة الكافيين عالية، فلو اتاخدت في الصباح او في وسط النهار فبتساعد كتير جدا في تنبيه الدماغ وصفاء التفكير، خاصة طبعا في الصباح، يعني الناس اللي مثلا رايح على شغله او رايح بيذاكر او كلام من ده، فبتساعده كتير جدا في التنبيه وصفاء الذاكرة يعني. طبعا لها برضو سلبيات القهوة، شرب القهوة ليه سلبيات كتير. لو اتشرب بالليل طبعا هيعمل أرق وهيعمل اضطراب في النوم، هتيجي تصحى تاني يوم هتلاقي فيه صداع وفي تعب وكلام من ده. فالأفضل هو بالكتير قوي على الساعة مثلا في حدود الساعة 6 يبدأ الإنسان إيه يوقف، يعني من 6 لـ7 كده خلاص بقى كده بيبقى الدنيا يعني قبل أذان العشاء بيبقى المفروض الإنسان بيبدأ يوقف القهوة، لأن دي ممكن بتخليك يبقى عندك أرق بالليل، لأن بتعمل تنبيه زيادة، ممكن التنبيه بتاعه ممكن يقعد أكتر من 3 أو 4 ساعات يعني، فيخليك مش عارف تنام، ففي الحالة دي هيتعبك يعني. طبعا من ضمن السلبيات اللي خاصة بالقهوة إن لو اتشربت بكميات كبيرة بترفع من مستوى الكوليسترول الضار، يعني فتلاقي الكوليسترول على طول اترفع. فده من ضمن الحاجات اللي بتضر لو تشربت القهوة بكميات كبيرة. طبعا لو حصل ارتفاع للكوليسترول الضار وفي نفس الوقت القهوة لو تشربت بكميات كبيرة برضو بترفع ضغط الدم، بترفع ضغط الدم لو الكوليسترول زاد، وبترفع ضغط الدم لأن هي أصلا بتعمل عملية زيادة في إنتاج هرمون الإدرينالين اللي هو بيفرز من الغدة الكظرية، فبيبدأ يرفع أوتوماتيك ضغط الدم. طبعا اوتوماتيك اصلا هو افراز الهرمون دوت بيزيد بعد 30 دقيقه من شرب القهوه، بعد 30 دقيقه من شرب القهوه. فحتى بنلاحظ بعد شرب القهوه بحوالي 10 دقائق بحس ضربات القلب ممكن يحصل عمليه زي سرعه في ضربات القلب وكده، وبعديها بحوالي 40 دقيقه بيبدا يحصل بقى تحس بالزياده وقوة العضلات والتحسن وكلام من ده. لكن بعد ساعة بالظبط بيبدأ يعمل عملية حرق الدهون الموجودة ويحرق بعض الخلايا اللي موجودة في الجسم لو شربت كمية كبيرة. بعد 6 ساعات من شرب القهوة بيبدأ يحصل عملية إدرار للبول، يحصل عملية إدرار للبول. طبعا القهوة زي ما قلنا يعني بالكتير أو الساعة 6 بتبدأ توقف، 6 7 بتبدأ توقف شرب القهوة، لأن بيبقى ليه أضرار كبيرة جدا في خاصة بموضوع النوم. برضو ما ينفعش تشرب أكتر من 3 مرات في اليوم، يعني 3 كوبايات في اليوم، لأن ممكن يعمل عملية رفع لضغط الدم والكوليسترول. طبعا القهوة يا ريت نختار القهوة اللي هي بتصفى، يعني بيبقى فيه زي مصفى كده، مصفى الترشيح للقهوة، بحيث ان القهوة ما تبقاش بالتفل بتاعها،
الافضل القهوه تبقى متصفيه تماما، عشان الطفل اللي موجود فيها دوت هو ده اللي بيبقى ايه ليه اضرار كبيره جدا يعني في الجسم. برضو الافضل اللي احنا نشربها بدون السكر وبدون الكريمه. لو هنحط سكر بنحط سكر قليل، لكن لو حطينا السكر مع الكريمات اللي هي بتحط اللي هي المبيضات وكلام من ده، فدي ممكن تعمل سمنه وممكن تعمل مشاكل في مرض السكر وممكن تعمل مشاكل في ايه في امراض القلب. من الافضل اللي احنا نضيف عليها مثلا القرفه، ممكن نضيف عليها القرنفل، دي من الحاجات اللي كويسه جدا بفضل الله بتساعد كتير جدا. حتى القرفه لما تضاف عليها بتساعد كتير جدا في مرض السكر. طبعا زياده القهوه اوتوماتيك ما ينفعش تتاخد بعد الاكل مباشره، القهوه ما تتاخدش بعد الاكل مباشره، اقل حاجه بتبقى ايه بعديها بساعه. ليه؟ لان هي اصلا بتعوق امتصاص اغلب المعادن، يعني مثلا بتعوق امتصاص من الكالسيوم، بتعوق امتصاصه، يعني كل كوبايه قهوه بتخسر 5 مللي 5 جرام من الكالسيوم. وطبعا برضه بتأثر على الفيتامين د، لو اتشربت مع الاكلات اللي فيها فيتامين د بتأثر عليه. بتأثر برضه على الاكلات اللي فيها الحديد، ممكن تعوق امتصاص الحديد اللي موجود في الاكلات ديت لدرجه 80%، دي في دراسات بتقول 80% يعني، فبتعوق كتير جدا. فالافضل بعد الاكل بساعه لو الاكل ده فيه نسبه حديد عاليه عشان يقدر يمتص الجسم الحديد. لو اتشربت بكميات كبيره اوتوماتيك هيحصل مشاكل في هشاشه العظام، لان طبعا فيتامين د وفيتامين والكالسيوم قل، فيحصل هشاشة في العظام. يحصل برضو ان عندك التهابات المعدة، ممكن يحصل فقر دم لان الحديد بيبقى برضو بيقل. بيحصل ممكن لو اتاخدت بكميات كبيرة في اليوم اكتر من 5 كوبايات ممكن يحصل وفاة للجنين لو واحدة حامل. برضو بيعمل فقدان للشهية، فدي من ضمن السلبيات اللي موجودة. بيعمل القهوة لو شرب بكميات كبيرة برضو بتطرد اوتوماتيك القهوة، بتقوم طاردة الكالسيوم في البول على طول، تقوم مقللة كمية الكالسيوم الموجود وتخسره اللي هي الخمسة ملي جرام في كل كوباية قهوة، فدي بتطردها على طول، بتقوم رميها في البول. الاطفال بقى، وبالنسبة للاطفال وبالنسبة لكبار السن وبالنسبة للحوامل، بالكتير 3 كوبايات في اليوم، يعني 300 ملي جرام في اليوم. ده يعتبر يعني الانسان يعني وكل واشرب ولا تصرفه يعني، فالانسان يكون معتدل يعني في اعتدال في شرب القهوه. والافضل انا برجح القهوه اللي هي العربي لو احنا هنواظب على القهوه، ولو هنشرب القهوه اللي هي التركي العاديه ديت فالافضل اللي يكون متصفيه تماما بورق الترشيح، او ان احنا نحاول نخفف على قد ما نقدر، او بالكتير في اليوم واحده بس كفايه عشان ما يحصلش اضرار بعد كده، وممكن يحصل بعد كده تعمل مشاكل في الجسم. نسال الله اجل ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالمعلومه، وان شاء الله على لقاء ببعض المعلومات ان شاء الله افضل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.